دلوقتي منورنا في غرفة الأهل حبيبة قلبي حبيبة ووالدتها مدام أميرة منورنا. ازيكم؟ الحمد لله تمام. بيني وبينك طبعا طبعا زي ما انت شفتي ان انا في كل الغرف، شفتي ازاي انا حبيت حبيبة واهتميت بيها ودلعتها. بس انا عايزة اسألك سؤال واحد اكتشفته من خلال معرفتي بحبيبة في كل المراحل اللي عدت بيها معايا، ليه حبيبة اوفر؟ وهل انت بتعاني من الموضوع ده ولا مش عارفة؟ عايزة اعرف جدا ليه بقى؟ مش عارفه ولا، بس هي فيها حاجات فاهم بتأفورها قوي. طالعه لمين تفتكري؟ عادي صعبه قوي الحته دي. يعني لحضرتك ولا البابا؟ لا عادي، يعني كلنا عندنا طباع. ساعات بيبقى بابا وساعات بيبقى انا. يعني مين يعني ايه ده؟ يعني انتوا الاثنين عندكم سنة أفورة؟ عاد جدا. فهي واخده ميكس كوكتيل على بعض. واخده كوكتيل، فطلعت بقى اللي هو حاجه خارقه بالظبط. يعني انت نص وهو نص، فهي طلعت فل أفورة. طيب انتوا دلوقتي موجودين معانا عشان هتعدوا معانا بمجموعه تحديات. مستعدين؟ مستعدين طبعا. طيب هتتنافسوا مع بعض ولا هتقفوا مع بعض؟ هنتنافس مع بعض. حبيبتي هتتنافسوا مع بعض. انا قلت كده برضه. يلا يا حبيبة انا هشتغل معاكي المساعدة. وهتبتدي. يلا اتفضلي خدي الأول، خدي الأول، ما أنا بديك أهو ده هتوزعيه على كل بشرتها. يلا. لا لا لازم يلا أيوه. يلا يلا وزعيه بس حلو، ابعدي ايوه عن الحواجب عشان تفضل بلونها. ماشي. شوف شكلك بتشوفي فيديوهات كتير على اليوتيوب. كفايه. مش كفايه. دلوقتي مرحله الاي شادو. على فكره يا حبيبه شكلك هيبقى عندك مستقبل كبير في مجال الميك اب ارتست. اخضر ليموني ده ولا اخضر؟ ده كده كتير قوي بس كفايه بالراحه. لا ما تتدخليش في الميك. كفايه يا ماما كفايه. دي متمكنه. ده انا في اطفال بتسالني ده بيتحط فين؟ واضح ان حبيبه هتاخد معانا احسن نيو لوك السنه دي. برافو يا حبيبي. انت بتحطي تحت بس؟ ما وروش نص بقى. طب والله شاطره ما خرجتش. برافو يا حبيبه. خلاص خلصت اللوك. اشوف نفسي بقى. تعالي بقى يا حبيبه اقعدي مكانك، اقعدي مكانك عشان ماما تبتدي تشوف. ماما هنديها أيوة. المراية وتحبي تقولي ايه بعد اللوك ده؟ اتفضلي. يا نهار اسود. طلبتي ميك اب كتير وربنا اداكي. شفتي؟ عشان تعرفي ان كل اللي بيتمناه المرء ربنا يحققه له. حسابك معايا في البيت عسير. وبكده يبقوا هما الاثنين خلصوا معانا التحدي. قومي خدي ماما واحضنيها وما تقلبيش علينا المواجهة.